استقبال فخامة رئيس الجمهورية معالي الوزير الأول ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي وفضيلة الإمام مرابط الحبيب الرحمن الذي سيؤم جموع المصلين. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلوبا خاشعة وعلوما نافعة ويقينا صادقا. نسألك العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فضيلة الإمام يؤم جموع المصلين. الله أكبر 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 الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر سمع الله لمن حمده. الله أكبر الله أكبر. واهدني الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها، إذ انبعث أشقاها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، فلا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. واهدني واجبرني وارزقني. الله أكبر. الله أكبر. والصلوات والطيبات، السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام على الأولاد. أشهد أن لا إله إلا الله، محمدا عبده ورسوله، صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الحمد لله، الحمد لله الذي أمر عباده بواجب حمدهم له وتكبيرهم له على نعمه التي أسدى إليهم والتي لا تحصى. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، هو أرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. الخلق خلقه، والعبد عبده، والأمر ما قضاه، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وصلوات الله وسلامه على صفوته من خلقه نبينا محمد البشير النذير والسراج المنير، أرسله بالهدى ودين الحق للناس جميعا، أرسله بالهدى ودين الحق للناس أجمعين رحمة للعالمين. ورضي الله عن خلفائه الراشدين أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي الهداة المهديين، وعن سائر الصحابة الغر الميامين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله تعالى شرع لنا عيد الفطر احتفالا باكتمال شهر الصيام والقيام، واحتفاء بدخول وقت الحج إلى البيت الحرام، فبداية الحج إلى البيت الحرام هي هذا اليوم. فمن هذا اليوم يحرم بالحج من أراد ويطوف طواف القدوم، أما باقي المناسك ففي وقته المعلوم. كما أنه تعالى فرض علينا على لسان نبيه زكاة الفطر، فرضها علينا بالسنة، فهي واجبة على المسلم القادر عليها يخرجها عن نفسه وعمن تلزمه نفقته، مثل أبويه الفقيرين، ومثل أبنائه الصغار والبنات الصغار، الأبناء إلى أن يبلغوا والبنات إلى أن يتزوجن. من أخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ولا يعني ذلك سقوطها إذا لم تخرج قبل الصلاة، فهي لا تسقط بمضي زمنها، وإنما يعني ذلك بيان التفاوت في الأجر بين من أخرجها قبل الصلاة ومن أخرجها بعد الصلاة. وحدد لنا على لسان نبينا القدر الواجب من هذه الزكاة، فحددها بالصاع، والصاع هو أربعة الأمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين، هكذا يعرف قدرها قديما، وتعرف بالوزن المتعارف اليوم بمقدار كيلين ونصف كيل، هذا قدرها على سبيل التقريب. والذي تخرج منه هذه الزكاة هو أغلب ما يقتاته أهل البلد في رمضان من تسعة أنواع، إليها أشار بعض علمائنا وهو العلامة محمد مولود بن أحمد، حيث يقول: تخرج
تخرج من أغلب قوت البلد من واحد من تسعة لا زائد قمح شعير وزبيب سلتي تمر ورز دخن أقط ذرتي. فالذرة هي ما يعرف عند العامة بالبشنة، والدخن هو ما يعرف عندهم بمتر، والأرز هو ما يعرف بمار، والشعير والقمح معروفان، أما الأقط فهو اللبن المجفف. والذي به الفتوى عندنا هو إخراجها من مشتقات القمح أو من الأرز، لأنهما الغالبان في الاقتيات في بلدنا، والذي يخرج قيمتها النقدية لا أتعرض له. وإذا استفتيت أفتيت بإخراجها إما من مشتقات القمح أو من الأرز، لأنهما كما قلنا الغالبان في الاقتيات في بلدنا هذا. وإن هذا اليوم وكل يوم مناسبة للتواصل والتسامح والتفاهم والتصالح والتعاون على البر والإحسان والابتعاد عن الإثم والعدوان، بل إن واجبنا من قمتنا إلى قاعدتنا ومن قاعدتنا إلى قمتنا أن نستجيب لله تعالى، حيث قال مخاطبا لنا واصفا لنا بصفة الإيمان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ملاحظين في ونحن مستجيبون له إن شاء الله، ملاحظين أن هذه الحياة التي أمرنا بالاستجابة له ولرسوله لتتحقق لنا، أنها حياة يتحقق فيها ويتمثل فيها جميع المصالح لنا. ومن المعلوم ضرورة أن تحقيق المصالح يستلزم درء المفاسد، ومن المعلوم أيضا أن درء المفاسد وتحقيق المصالح ملاكه الذي يتحقق به هو استتباب الأمن والاستقرار، ومن المعلوم أن ملاك استتباب الأمن والاستقرار هو أن يقوم كل منا بما يناسبه ويتقي الرقيب يراقبه، وذلك يعني تعاوننا على البر والتقوى وابتعادنا عن التعاون على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أيضا أن أساس التعاون على البر والتقوى هو إقامة العدل، فالعدل هو أساس الجميع، لذلك أمر الله تعالى بالعدل في أكثر من آية من محكم كتابه، من ذلك قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهكذا قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، فإن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال لنا موجها لنا
مرغبا لنا في النصيحة، قال لنا الدين النصيحة، الدين النصيحة. والنصيحة هي السلامة في المعاملات من شوائب الفساد، فساد النية التي تترجمها الأقوال والأفعال من شوائب الفساد في سائر المعاملات، هذه هي النصيحة. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما جعل الدين منحصرا في النصيحة قيل له لمن تسدى هذه النصيحة، من ينصح له؟ فقال صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ثم أولو الأمر إذا يفسرون، الأمراء، وإذا شئنا قلنا الرؤساء، والعلماء العاملون. فتجب الطاعة للأمير فيك المعيشة من التدبير، إن انتفت معصية للمولى إلا فطاعة الإله أولى، وطاعة العالم ذات جيبة إن يفتي بالكتاب أو بالسنة. فنصيحة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه على وفق ما شرع، ونصيحة كتابه هي أن نحل حلاله ونحرم حرامه ونتأدب بآدابه ونعتبر بقصصه، ونصيحة رسوله أن نقفو أثره على وفق قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونصيحة ولاة الأمور هي ما أشرنا إليه من التعاون معهم وعونهم على ما هم بصدده من درء المفاسد وجلب المصالح على وفق شريعة الإسلام، وطاعتهم في ذلك طاعة لله تعالى. لكن يجب دائما أن يعلم أن ذلك تابع لطاعة الله تعالى، لا أن يكون فيه أي شيء معصية لله. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما أن صاحب العلم لا يسمع لما يقول ولا يستجاب له إلا إذا كان على وفق كتاب الله تعالى وصحيح سنة نبيه. وبالتالي فطاعة كل من الأمرين، كل من الشخصين، طاعة لله تعالى. والله تعالى قد قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك خير وأحسن عاقبة. وإذا كانت النصيحة هكذا، وربما تتطرق النصيحة لما قد تشم فيه رائحة السياسة، فأنا أقول ما لي وللسياسة، وليس تبرؤي من السياسة يعني نبذها، لا والله، ولا شجبها ولا شجب أصحابها ولا ما يحققون بها من المصالح، ولكنني سلك بي ربي مسلكا هو أن نعلم وأن ننصح وأن نفتي وأن نرشد على ضوء ما علمني الله تعالى من كتابه. إذا اقتضى النصح الذي أولي عليكم من كتاب الله أو من سنة نبيه أنه يفهم فيه كحسب الأعراب وحسب المتبادر إلى عموم الناس يفهم فيه سياسة، فكأن أولئك الذين فهموا هذا ليس عندهم علم عني، كأنهم لا يتابعونني منذ أزيد من 30 سنة، لا يسجل علي أبدا موقف سياسي، لأني دائما أقول موقفي من السياسة هو كما قال العالم الأديب المختار بن حامد رحمه الله تعالى خلي السياسة إلى جانبي، ألقي على الغالب، لا تكن مغلوبا ولا غالبا، كن ثالث المغلوب والغالب. ولكن هذا يوجه به نفسه ومن هو على منهجي أنا. أما الذين يزاولون السياسة فالسياسة تدور عليها المصالح ودرء المفاسد، ونحن لا نشجبها ولا نشجب أهلها، وما من بلد اليوم يقوم إلا وعلى سياسة، لكنها يجب أن تكون مضبوطة بضوابط شريعة الإسلام. الشاهد من هذا أني أقول إذا نصحت وفهم أو ظن أن في نصح بعض السياسة، فأنا قد أقول أولا ما قال الشيخ العلامة محمد سالم بن عدود رحمه الله تعالى يخاطب الرئيس الأسبق معاوية والسيد أحمد للطائف
يقول مخاطبا له: لم التهيب للنصح البريء لمه وقد وهبتم لنا حرية الكلمة وشتان بين ما نعيشه اليوم من حرية وما كنا نعيشه سابقا. إذا كان الأمر كذلك فأنا أنصح دائما وأرفع الشكوى إلى فخامة رئيسنا من وجود المد الصفوي الفارسي فينا، لأنه خطر داهم لا أتردد فيه. وربنا يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، إلى غير ذلك من الآيات التي تحذر تلك النحلة. وذلك المذهب متعارف عليه ومعلوم أنه يقوم على لعن وشتم أبي بكر وعمر وعائشة. هذا يجب علينا أن نقوله، وإن لم نقوله كنا خائنين حسب تخصصنا لله ولرسوله. أما أن العلاقات بينهم وبين البلد تعني رئيس الدولة، فنحن لا نتدخل لرئيس الدولة في شؤوننا وقد قلدناه أمرنا، لكن لا يعني ذلك أننا نرفع إليه الشكوى وأننا نرفع إليه النصح ونبين له بحسب تخصصنا ما فيه الخطر علينا، لأن هذا الشعب كما هو حريص ساعي على ما ينفعه في شؤون دنياه، كذلك أيضا هو حريص على ما ينفعه في أخرى. والمعتقد الرافضي الذي يعرف بولاية الفقيه معلوم أنه معتقد فاسد يجب التحفظ منه والحذر منه. أما العلاقات الدولية والسياسات فلست إليها ولا أتعرض لها. يجب أن يعلم أني إذا قلت ذلك لست سياسيا ولا أمت إلى السياسة بصلة، بمعنى أني لا أتدخل وأعيب على رئيس الجمهورية. لا، أنا رئيس الجمهورية أوجب الله علي كما أوجب عليكم أن نحترمه وأن نعرف له حقه، كما أن علينا أن نعترف له بالإنجازات الإسلامية الموجودة. ولا أقول هذا مجاملة، وإنما أنطلق من الواقع ما يعيشه البلد اليوم من إنجازات إسلامية، وما يعيشه البلد اليوم من أمن واستقرار، وما يعيشه البلد اليوم من مضي قدما في سبيل التنمية، وما يعيشه البلد اليوم من حضور محل تقدير وإعجاب في الساحة الدولية. يجب علينا أن نعترف به وأن نذكره وأن نشكره لله تعالى ثم نشكره لرئيسنا، لكن لا يعني ذلك أننا لا ننصح وأننا لا نبين ما فيه خطر علينا ولا نرفع إليه الشكوى. يجب أن نعلم هذا وأن نفهمه. أنا نصيح بريء، أرجو أن أكون نصيحا أمينا، أرجو أن لا تأخذني في الله لومة لائم في نصح أوجبه الله تعالى علي لكم جميعا. هذا ما أردت أن أسمعه للجميع. ثم إني أيضا أذكر، والأمر الذي أذكر به ليس على مستوى الأمر الآخر الذي هو مستوى التشيع، أذكر بأني قد طالبت سابقا بإنشاء هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأذكر بأني ما زلت مطالبا بها، وأني ما زلت على قناعة بأنها أولى من إنشاء هيئة الإفتاء، لأن الإفتاء ولله الحمد أهله لا يحصون عددا في هذا البلد، فأنا أفتي ومجلس الإفتاء كل فرد منهم يفتي، وكل منهم لا يتعلق فتواه إذا جاء إلى المكتب، بل هاتفه لا يتركه لحظة إلا ويجيءه اتصال عليه للاستفتاء. فشعبنا ولله الحمد شعب طيب، يبحث عن أمور دينه يستفتي عنها. أما الذين دأبهم تعاطي المنكرات وتعاطي كل ما هو معروف لدينا من تعاطي أمور محرمة ومن تعاطي مخدرات وما لا يحصى، فهيهات هيهات أن يبحثوا عن آمر بمعروف أو ناهي عن منكر، وبالتالي لا يردعهم إلا المتابعة وإلا الملاحقة، وإلا أن نقف جميعا صفا واحدا مع ولاة أمورنا في وجههم. وإن من أجدى ما يحقق لنا ذلك أن ننشئ هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا، وإني أتمثل بقول والدي رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف لا يزري به أن لا يرد إلى الهدى المأمورا، ربع امتثال الأمر إن أقوى فذا ربع النصيحة آهلا معمورا. يعني أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينقص من شأنه إذا لم تقع المبادرة للتجاوب معه،
والشأن أنه إذا لم يقع التجاوب تبقى النصيحة سارية المفعول. هكذا ننصح وهكذا نرشد وهكذا نوجه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعد علينا هذا اليوم المبارك وعلى الأمة الإسلامية عاما بعد عام في أمن واستقرار وفي تقدم وازدهار ديني ثم دنيوي. اللهم أعده علينا عاما بعد عام ونحن معشر الأمة الإسلامية متعاونون على البر والتقوى، مبتعدون عن التعاون على الإثم والعدوان. اللهم أبرم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلحنا وأصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين أينما كانوا، اللهم احفظهم في سائر البلاد وخصوصا في بلاد الحرمين الشريفين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع كلمتهم على الحق. اللهم وأعذهم من شر المؤامرات التي تحاك لهم. اللهم وفقهم لأن يتصالحوا وأن يتفاهموا. اللهم خذ بنواصي أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى التعاون على البر والتقوى، وإلى التفاهم، وإلى التسامح، وإلى التصالح فيما بينها، إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم وآمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من رام بلدنا هذا أو بلدا من بلدان المسلمين بزعزعة أمن واستقرار فاشغله بنفسه، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل دائرة السوء عليه. اللهم واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم ولا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا داء إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها وأعنتنا عليها يا أرحم الراحمين. اللهم واجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ما جموع المصلين فضيلة الإمام أحمد والمرابط والحبيب الرحمن الذي أكد في خطبته على الأحكام المتعلقة بزكاة الفطر، ثم تناول مفهوم النصيحة في الإسلام مشيدا بالمكاسب الكبيرة المحققة في البلاد في ظل الأمن والحرية والاستقرار. فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد العبد العزيز يغادر جامعة ابن عباس بعد أن أدى صلاة عيد الفطر المبارك. في وداعه كما كان باستقباله معالي الوزير الأول ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، إضافة إلى السلطات الإدارية والبلدية. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.